ولنقاش ملف تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل مواطن أمريكي على يد الشرطة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية أسامة أبو أرشيد. أهلا بكم أستاذ أسامة. أهلا وسهلا. إلى أين تتجه الأوضاع بعد 4 أيام من التظاهرات المتواصلة في مختلف الولايات الأمريكية احتجاجا على مقتل جورج؟ يعني أتوقع أن هذه الاحتجاجات ستستمر لعدة أيام أخرى، لا أستطيع أن أحدد الفترة الزمنية، ولا أظن أن أحد يستطيع أن يحدد الفترة الزمنية. فنحن عندنا عامل جديد اليوم في هذه المظاهرات، وهو وجود دونالد ترامب في الرئاسة، وخطابه المثير للاشمئزاز والمثير للغضب لدى شرائح كثيرة من الشعب الأمريكي، فهي تخدم باتجاه التصعيد بدل أن تخدم باتجاه تراجع حدة التوتر. أحد الأسباب التي قد تخفف اليوم من التوتر، اللهم إن ضاعفها ترامب وغيره، وهي أن اعتقال الشرطي الآن. في البداية كان هذا هو المطلب، لو تم اعتقال الشرطي منذ اللحظة الأولى لما كانت هذه المظاهرات يعني تحولت إلى هذه الحدة. لكن عندما خرج أحد مسؤولي ولاية مينيسوتا وقال بأنه رأى أدلة بأن هذا الشرطي لم يرتكب فعلا إجراميا، حينها بدأ يعني طارت موجة الغضب. يعني نحن رأينا، العالم كله رأى الجريمة التي تمت بدون سبب، بدون منطق، يعني ورأتها من زوايا عدة. كاميرات الهاتف كانت تصور من زوايا عدة، الفيديوهات ظهرت من زوايا عدة، فلم يكن هناك ما يبرر هذه الجريمة ليخرج مسؤول ويقول بأنه لم يرى فعلا إجراميا. فهذه أعادت النقاش مرة أخرى أنه سيكون هناك محاولة للتغطية على هذه الجريمة، خصوصا وأن لدينا عشرات إن لم يكن مئات الحالات التي تم فيها تبرئة رجال الأمن، رغم أن الجرائم صورت على الهواتف، على يوتيوب. نحن في زمن التكنولوجيا، فيه اليوم تنقل بالثانية من مباشرة من مكان الحدث، ولا نحتاج إلى وسائل الإعلام أن تبعث كاميرات التلفزة. نحن اليوم أي مواطن، أي إنسان معه هاتف، يستطيع أن ينقل الجريمة، يستطيع أن ينقل أي حدث مباشرة للعالم كله. فهذه كلها لابد أنها تثير الأثار وستبقى تثير الغضب، حتى يعني يهدأ بعض المسؤولين السياسيين في تصريحاتهم ويصبحوا أكثر إنسانية وليس فقط أكثر منطقية في تصريحاتهم، وحينها تبدأ الأمور تهدأ. لكن قد تشتعل من جديد إن تمت تبرئة رجل الأمن في المحكمة. سيد أسامة، ماذا يعني وقوف المحتجين أمام البيت الأبيض ومواصلة استفزازهم بتغريدات لترامب بأنه سيطلق عليهم الكلاب الشرسة؟ يعني أنا عدت من مظاهرة واشنطن الآن، يعني لا أفترض أن رجال الأمن لن يسمعوا مثل هذا القرار. هو لا يملك سلطة على الأجهزة الأمنية نهائيا. هذه الأجهزة الأمنية تخضع للمدن التي فيها، هي أجهزة أمنية بلدية. الـFBI جهاز فيدرالي لا يستطيع أن يدخل مباشرة مثل هذه يعني الأنشطة. لكن طبعا هي تعيد مرة أخرى ترسيخ هذا الخطاب العنصري الذي جاء به هذا الرجل. نحن نتعامل مع رئيس اليوم يعاني من ثلاثية العنصرية وثلاثية والجهل، وعندنا بعد ثالث وهو محدودية القدرات العقلية التي لدي. وأنا يعني قد يقول بعض هذا اتهام مسيس، ليس مسيسا، هذه أصبحت حقائق اليوم في أمريكا. نحن رأينا رئيس أعظم دولة وأقوى دولة وأكثر الدول تقدما يقترح هذا على شعبه، أن يعالج نفسه بالمنظفات المنزلية. هذا أمر رأيناه على التلفزة، ليس من باب الاستهزاء، إنما قد تكون كوميديا سوداء. فهذا الخطاب طبعا لا شك أنه يستثير غضب الشعب الأمريكي ويستثير غضب المتظاهرين. وبالمناسبة أنا عدت من واشنطن قبل قليل من المظاهرة، أستطيع أن أقول أنه أكثر من 60% من المتظاهرين من البيض أصلا، لأن يعني خطاب العنصرية موجود لكنه لا يمثل الأغلبية، لكن هذه الأغلبية شرسة، الأقلية شرسة وعنيفة، سواء بين منهم يسمون الوايت سوبرمسيست الذين يؤمنون بالتفوق العرق الأبيض، أو وبعضهم داخل أجهزة الأمن.
سيد أسامة، هل تظن أن ترامب خسر معركة الانتخابات المقبلة بهذه الحادثة؟ لا، هذا صعب جدا أن نحكم بنتيجة الانتخابات بسبب هذه الحادثة. هذه يعني ترامب فعل ما هو أسوأ من ذلك، ولا زال له حظوظ حقيقية في الانتخابات. مسألة الانتخابات تخضع لقوانين مختلفة، لقوانين ما يسمى الإلكتورال كوليج وقضية الكلية الانتخابية والحزبين والجري، فمواضيع كثيرة لن تخضع لموقف واحد. قد تكون كورونا فايروس أو جائحة كورونا أكثر تأثيرا على رئاسته من هذه، لكن حتى جائحة كورونا لم تؤكد أنه سيخسر الانتخابات رغم كل شيء. يعني هناك لو أردت أن أتحدث الآن في السياق كيف نفهم الانتخابات الأمريكية، كيف يبقى لرئيس فاشل تحت ناظريه مات أكثر من 100,000 مواطن، من 100,000 مواطن أمريكي، خسر أكثر من 40 مليون أمريكي وظائفهم بسبب قرارات رعناها، بسبب إنكاره لوجود أزمة، لسبب يعني سوء إدارته للأزمة، ومع ذلك لا زالت لديه حظوظ حقيقية في الرئاسة. فلا أظن أن هذه الجريمة ستؤثر، قد تثير غضب المعسكر المضاد له، ونحن نتحدث عن معسكرين، يعني الديمقراطيون سيصوتون للديمقراطيين، اللهم من هو مستاء من بايدن، والجمهوريون سيصوتون لهذا الرجل، يبقى المستقلون في الوسط، وهؤلاء دراسة كيف تتأرجح أصواتهم هي هذه النقطة التي تحتاج إلى تفصيل كثير، والولايات الترجيحية تحتاج إلى تفصيل كثير لن نعم. أستطيع أن أقدمها الآن في هذه الحلقة. نعم، كيف ستنعكس هذه الجريمة على صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لدولة أقوى دول العالم والدولة الأكثر ترويجا لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية؟ يعني جائحة كورونا كشفت عن عوار النظام السياسي الأمريكي، كشفت عن ضعف البنية التحتية الأمريكية، كشفت كم أن البنية الصحية الأمريكية هذه بنية لتخدم الأغنياء وتستثني بقية الشعب، وأنها بنية تجارية. صحيح أفضل مستشفيات العالم وأفضل أطباء العالم موجودة في هذه البلد، لكن جاءت هذه الجائحة وعرت كل شيء، عرت أن هذه البلد أصبحت مستوردة لكل شيء، حتى المعقمات والكمامات الصين تحتكرها، لأن المصانع الأمريكية انتقلت إليها عام 2001، لأن الولايات المتحدة، لأن الرأس المالية الجشعة تريد أن تحقق أكبر ربح على حساب شعبها. حتى يعني فتوظف الصيني بخمسة دولار، في أمريكا قد توظفه بخمسين دولار. فهذه جاءت وكشفت هذه الهشاشة البنيوية في أمريكا. اليوم تأتي هذه الجريمة وهي ليست الأولى لتكشف أيضا النفاق الأمريكي، نفاق القيم الأمريكي. أنا لا أتحدث بالمناسبة عن الشعب، أنا عدت من المظاهرة مرة أخرى وأعلم الشعارات التي كانت تطرح، وأنها شعارات سقوى عالي جدا، لا أحد يخاف من الاعتقال بسبب أنه ذكر ترامب كمتخلف أو عنصري على سبيل المثال. لكن أيضا هذه الجرائم التي تبقى تحدث من قبل أجهزة أمن وتبرئة لهؤلاء المجرمين من قبل قضاء، تقول مرة أخرى أنه لا تستطيع أن تتحدث عن الديمقراطية والحريات في العالم، واليوم للمفارقة تنتقد ما يجري في هونغ كونغ وسيطرة الصين أو محاولة الصين فرض سطوتها نظام ديكتاتوري آخر، وأنا أدافع عنه، هو نظام شمولي مجرم على 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 هونغ كونغ، في حين أنك أنت لا ترتقي إلى مستوى القيم التي تتحدث عنها. طبعا لا أريد أن أقارن أمريكا والصين للأمانة، لأن أمريكا تبقى فيها حركة حريات مدنية قوية، يبقى فيها نظام قضائي، يبقى فيها صراع وصدام والتنافس وتدافع تيارات مختلفة، وهذه معركة داخل أمريكا من أجل أمريكا بالدرجة الأولى، لكن النظام السياسي دائما يعري نفسه في مثل هذه المواقف. شكرا جزيلا لكم أسامة برشيد، الباحث في مركز دراسات العربي، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.